مثل ما أمس كنت في قطر وشفت بطولة جيم وكانت مذهلة، اليوم سنبدأ بشيء مذهل بحضور أكثر من 80,000 متفرج. اسمعوا الرقم 80,000. لا هي مباراة على كأس العالم ولا هي مباراة على نهائي بطولة أفريقيا، 80,000 حضروا في ملعب 5 جولي في العاصمة الجزائر ليتابعوا لقاء المنتخبين الجزائري الأولمبي مع شقيقه الفلسطيني. المباراة تبع عمار علي وردود الفعل عليها من قلب الحدث، رفقة مراسلنا رفيق مخوش. فلسطيني يا دواء لجروحي، فلسطيني على راسه لسطوحي، فلسطيني يا رايتنا عندما تقف الكلمات على أطراف اللسان.